واش عمرك درتي شي قلم ديال الرصاص وسط كاس ديال الماء وبان لك قلم الرصاص مهرس على مستوى السطح ديال الماء؟ واش الحوايج اللي كنشوفو في الماء حوايج حقيقيين في الاماكن الحقيقيه ديالهم ولا غير صور وهميه؟ السلام عليكم. كيف ما كيعرف الجميع ان الضوء هو اللي كيمكننا من اننا نشوفوا الاشياء من حولنا، ولكن الطبيعه والضوء كيخدعنا بعض المرات وما كنشوفوش الاشياء على حقيقتها. ندوزوا للتجارب، نشوفوا بعض التجارب ومن بعد نرجعوا نشرحوا علاش. الخداع كيف ما شفنا في التجارب مسؤول على واحد الظاهره اللي سميتها ظاهره انكسار الضوء. كاينين جوج روايات على تاريخ الاكتشاف ديال هذه الظاهره. كاين اللي كيقول اكتشفها واحد العالم سميتو سنيل هولندي، وكاين اللي كيقول اكتشفها ابن سهل. ابن سهل عاش ما بين 940 و1000 ميلاديه، والعالم ويلبرد سينيليوس عاش في الفتره ما بين 1580 و1626 ميلاديه. ما كيهمناش حنا شكون اللي اكتشف الظاهره، المهم هو اننا نعرفوا الظاهره ونعرفوا الخبايا ديالها. انكسار الضوء هو ان الضوء كينحرف على المسار ديالو ملي كينتقل من وسط شفاف الى وسط شفاف اخر. الاختلاف بين هاد الوسطين هو في معامل انكسار ديال كل وسط ولا الكثافه البصريه. هاد الانحراف كيتم بسبب تغير السرعه من كل وسط، وبحيث ان هو معامل انكسار ديال كل وسط. في الحاله ديال التجربه اللي درت انايا كانوا عندي ثلاثه الاوساط. الوسط الاول هو الهواء، والوسط الثاني هو الزيت، والوسط الثالث هو الماء. كيف ما شفتوا ان القلم ملي كيمشي من الوسط الاول للوسط الثاني للوسط الثالث كيبانوا لي انكسارات على مستوى السطح الفاصل ما بين كل وسطين. هذا كيف ما قلنا السبب ديالو هو تغير في معامل انكسار ديال كل وسط. الهولندي سنيل ولا ويلبرد سينيليوس هو اللي حط لنا القانون اللي كيوصف لنا هذه الظاهره كيف ما كتشوفوا في الشاشه. ان هو معامل انكسار ديال كل وسط كيف ما قلنا، و اي هي الزاويه اللي كتكون ما بين الشعاع الوارد وما بين المنظمي على النقطه ديال الانتقال للضوء من وسط لوسط. اما بخصوص ديال التجربه اللي كان الاناء المعتم اللي ما كانش كتبان لي القطعه النقديه، هذيك الصوره اللي ظهرت لي من بعد ملي زدت الماء هي مسؤوله على ايضا ظاهره انكسار، بحيث هذيك الصوره اللي كنت كنشوف راها صوره وهميه. الضوء ملي كيجي يتغير من الهواء للماء كينكسر ليا وعطاني واحد الصوره وهميه كيف ما كتشوفوا. راه التمديد ديال هذيك الصوره كيف ما كتشوفوا في الشاشه راه هي صوره وهميه ماشي صوره حقيقيه، وهنا فين كتخدعنا الطبيعه وما كنشوفوش الاشياء على الحقيقه ديالها. وكيف ما شفتوا عاوتاني حتى في التجربه ديال الاسهم اللي كينعكسوا راه عاوتاني مسؤول عليها ظاهره انكسار. المهم الاشعه كينكسروا حتى كيوصلوا للبؤره ديال الكاس، واحد النقطه الوسط ديال الكاس ديال الماء،
وكت داكشي علاش كتعكس لينا الصوره. بالنسبه للصور اللي كنشوفوا وسط الماء راهم ماشي في الاماكن الحقيقيه ديالهم، كيعرفوها الناس بزاف، الناس ديال اللي كيصيدوا في البحيرات ولا في الانهار ولا حتى في البحار بالصناره، راهما غادي يكونوا كيحتكوا مع الظاهره بزاف، وكيعرفوا مثلا ملي كيصيدوا الحوته راه ما كتكونش في البلاصه ديالها، كتكون ديكاليه بواحد السميتو. المهم اللي كيعرف شي واحد يسولو ويستقصي على التجربه، راه ما يقدر ما يعطيكش التفسير الفيزيائي، ولكن غادي يقول لك التجربه ديالو كيفاش كيتعامل معها هو. المهم كيف ما شفتي التجارب راه تقدر تعاودهم في داركم وتاكد وتعاود تشرح لصحابك وتحاول تفهم اكثر، وهذا هو المنطلق انك تمشي تبحث اكثر وتفهم الموضوع مزيان مزيان، انا راه هضرت فيه باختصار. المهم الحلقه ديال اليوم سالات، كنتمنى تكون عجباتكم ونتمنى تكون فدتكم، وكنتمنى تبارطاجيو هادشي مع صحابكم. الا عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بواحد الجيم، وبارطاجي الفيديو مع صحابك واشترك في القناه وفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد. المهم تهلاو.